أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 11228 إصابة، منها 2799 حالة وفاة. وعلى صعيد آخر، كشف البنك المركزي اليوم عن ارتفاع معدل البطالة بسبب إجراءات مكافحة الفيروس من 7.7% إلى 9.2%. وفي سياق متصل، أكد المستشار الطبي لمجلس الوزراء بالأمس أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلفه بالتواصل مع الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفى العزل لبذل كافة الجهود لمساعدته. نشاهد مزيد من التفاصيل. كأنك محبوس جوه صندوق اسود، مش شايف أي شيء غير كده. بيحولوا لنا حالات الحميات امبارح 30 40 حاله في يوم واحد، اشتغلنا كتير التوتر والقلق وكثر التعامل مع الحالات وكده، حصل نوع من انواع الازمات القلبيه وارتفاع للضغط، وبعد كده دخلت في اغماء. الحمد لله يعني فوقت تاني، لكن حصل بقى فقدان للبصر. وزي ما انا ما قلت، الوزارة أعلنت اليوم عن حوالي 399 حالة إصابة جديدة، وحتى الآن عندنا عدد حالات الوفاة، ربنا يرحمهم جميعا، حوالي 592 حالة وفاة، بجانب اللي تمثلوا للشفاء. وفي ارتفاع ملحوظ في عدد في نسبة اللي تمثلوا للشفاء، الارتفاع النسبة وصلت ل24%، تمثلوا للشفاء بالفعل. وبينضم إلينا من باريس عبر سكايب طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الأطباء بالأسكندرية سابقا. أهلا بك معايا دكتور طاهر، وأنا أحب أبتدي بالطبيب محمود سامي، وهو أحد الأطباء المسؤولين عن علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وهو كان مسؤول في مستشفى بلطيم وفقد بصره بعد الإجهاد الشديد اللي تعرض ليه من العمل المتواصل. يعني خلينا نحط السادة المشاهدين في البداية في الصورة، وقد إيه الطاقم التمريض كله اللي في الخطوط الأمامية اللي بيسعى جاهدا دلوقتي إن هو يكون خط الدفاع الأول والرئيسي لحماية المصابين بكورونا بيتعرض لضغوط شديدة. في الحقيقة إن الأطباء والتمريض وكل الطاقم الطبي في المستشفيات، مش بس في مصر، حوالين العالم كله مع وباء شديد الخطوره وشديد الانتشار وسريع الانتشار زي كورونا، في حاله ارهاق شديده نتيجه الفيروس ونتيجه المرض. هو وضع غير مسبوق في العقود الاخيره ان يكون في الحجم ده من الحالات متدامن في نفس الوقت في ظل خدمات صحيه محدوده، في ظل إمكانيات تشخيص محدودة وإمكانيات علاج ضئيلة للغاية. ده كله بيضاعف على الفريق المستشفيات المجهود اللي بيتعمل، وأثر المجهود ده عليهم من إرهاق مستمر، ونتيجة كده سقط حاجة كتير من تمريض وأطباء في مصر وفي دول مختلفة نتيجة هذا الإرهاق.
فيروس شحنة القولون. طب دكتور طاهر خلينا نتكلم بالأرقام. مصر الآن أجرت حتى الآن 135 ألف تحليل بي سي آر بجانب 200 ألف اختبار للكاشف السريع. دي الأرقام اللي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا. إلى أي مدى الأرقام دي ممكن تكون بتعكس لنا فعلا الوضع على أرض الواقع؟ لا حقيقي أنا شايف إن الأمر على أرض الواقع هو أخطر من الذي تعكسه الأرقام. شايف إن عدد الفحوصات المعمولة في مصر بالبي سي آر اللي هو الفحص الموثوق ضئيلة للغاية بالنسبة لعدد السكان، وشايف إن لو تم توسيع الفحوصات أكثر من كده يتم اكتشاف أضعاف الحالات التي تم تشخيصها حتى الآن. حقيقي ان العبره ليس بعدد الحالات اللي بيتم تشخيصها، ولكن عدد الحالات بالنسبه الى ولكن الى عدد الفحوصات. ولو بصينا للرقم ده هنلاقي ان النسبه في مصر مش قليله. لما نيجي كمان نبص للوفيات الى عدد الحالات المكتشفه نلاقي ان نسب الوفاه كمان نسب الوفاه مرتفعه. يعني الحاجه اللي لازم تتعمل الحكومه المصريه حاليا وبنكرر المناشده تاني هو التوسع في الفحوصات. التوسع في الفحوصات يعني اكتشاف حالات اكثر، يعني تعامل بشكل اكثر جديه مع الحالات المصابه، ودي احد خطوات مش بس العلاج، دي احد خطوات الوقايه ايضا. لما بيتم عزل الحالات العزل الجدي للحالات المصابه بالشكل ده بنقدر نقلل انتشار الفيروس. بس في مشكلة في توافر اختبار البي سي آر دكتور طاهر، والحقيقة المشكلة دي مش موجودة في مصر فقط، موجودة في دول كتير، إن ما فيش أعداد كافية تكفي القيام بالاختبارات الكافية. إزاي ممكن نوازن ما بين إن ما فيش الاختبار ده يعني بدرجة متوفرة إن احنا نختبر أكبر أعداد، وفي نفس الوقت إن احنا محتاجين إن احنا نختبر فعلا أكبر أعداد عشان نعرف حقيقة الأمر على أرض الواقع شكله إيه؟ والله هو فعلا حقيقي ان عدد الفحوصات البي سي ار ممكن ما تكونش عدد كبير اللي هو تقدر تتعمل لكل الناس، وان كانت في دول ثانيه خلال الوقت قدرت توفر الفحوصات الموجوده. وفي دول زي فرنسا دلوقتي بتعمل في الاسبوع يعني يوميا بتعمل 70,000 فحص، ممكن نحسبهم في الاسبوع هيكونوا كام فحص. مثلا المانيا كمان بتعمل فحوصات كثيره دلوقتي، امريكا بتعمل فحوصات كثيره، ولكن مصر فيها مشكله ثانيه. المشكله الثانيه في مصر هو سوء توزيع وسوء استخدام الفحوصات. يعني الفحوصات بدل ما يتم توجيهها بشكل عاجل الى الشعب المصري او خلال الناس اللي بيتعرضوا اكثر للفيروس، لا في نسبه كبيره جدا من الفحوصات توجه الى فئات بعينهم داخل المجتمع المصري، هي الفئات اللي بتتسمى الفئات السياديه. تسرب الفتره اللي فاتت اكثر من ورقه بتبين ان عدد ان حالات الاشتباه والتخلص في فئات بعينها زي على سبيل المثال او في الشهر العقاري اللي تبين له ظرف العبد بيتم عمل فحوصات للكل. اوكي انا مش ضد ده، ولكن على الجانب الاخر لما في طبيب او ممرض مخالط وعنده اعراض لا يتم عمل الفحوصات ليه. وشفنا منشورات اتسربت في الفتره الاخيره من مسؤولين في وزاره الصحه بيتقال ان ما يتمش عمل الفحوصات ليهم وما يتمش عزلهم. الحقيقه ان الخطوره هنا مضاعفه، لان كل عضو في الفريق الطبي لا يتم تشخيصه ولا يتم علاجه اولا في حاله حتى مضاعفات خطيره فيه قد تؤدي لا قدر الله الى الوفاه، فكده يتم خساره عضو فريق طبي من على الجبهه الدفاع ضد مرض الكورونا. دي نقطه. النقطه الثانيه حتى لو عنده الاعراض، حتى لو ما عندوش الاعراض ولكن حامل المرض، هو يمثل بؤره انتشار للمرض حواليه من خلال الناس اللي بيشوفها في المستشفى. فعشان كده بنكرر تاني ان الفحوصات للفريق الطبي هي اولويه، اولويه ليس فقط لاجل سلامه الفريق الطبي، ولكن ضمن خطه مواجهه مرض شديد الخطوره ممكن يطول زي المرض. طب دكتور طاهر لو رحنا لجانب اقتصادي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن النهاردة ارتفاع نسبة البطالة من 7.7% إلى 9.2% في المية في خلال آخر شهرين فقط.
ده حصل، والارتفاع ده حصل في البطالة في مصر، ورغم ان احنا عندنا اصلا حتى الان الحظر جزئي، يعني كان في كتير من الاعمال مستمرة بشكل طبيعي. ازاي فعلا ممكن نوازن في مرحلة زي ما احنا ما شايفين كده، مرحلة استثنائية من حياة العالم كله، بنواجه فيها وباء بيواجه حياتنا كلنا بخطر، ازاي ممكن نوازن ما بين اكل العيش وما بين الاستمرار في العمل مع الاجراءات الاحترازية، وما بين ان احنا برضو ما نقعدش في البيت ونتأثر بالبطالة وساعتها يعني يبقى الخطر خطرين؟ لا يعني اللي عايز اقوله، لما يكون في تهديد لحياه البشر مفيش حاجه تانية ممكن تتحط في المعادله. انا شايف ان فكره القضاء الاقتضيات اللي قايمه على اهمال حياه الناس، وان هم مجرد ترس في اله، مصر دوله فيها عدد سكان كبير، فبعض رجال الاعمال او بعض المسؤولين يشوفوا ايه المشكله، لو حد مات هيجي حد مكانه ويشغل الوظائف الموجوده، والناس تتعرض للخطر موت. انا شايف ان ده يعني خارج السؤال اصلا. يعني في وضع زي اللي احنا موجودين فيه، الاولويه حياه الناس، لان المجتمعات والاقتصاد وكل ده بيقوم عشان الناس تعيش وعشان الحياه تستمر. مفيش اي معنى لاي اقتصاد يكون الاساس بتاعه ان احنا بنعرض حياه الناس للخطر. والحقيقه ان حياه الناس بتتعرض للخطر هي الناس اللي بتشتغل على الارض، هي الناس اللي بتتعرض، اللي بتشتغل في تجمعات كبيره، مش الناس اللي قاعده في مكاتب او الناس بعيده او الناس اللي بتدي القرارات، اللي هي حاطه بدل الماسك اثنين وثلاثه وحاطه نفسها بعيد عن المشاكل وبعيد عن بؤر انتشار المرض. فشايف ان اي خطه من اجل عوده العمل تحت مزاعم حمايه الاقتصاد بدون النظر لحياه الناس وارواحهم، وبدون النظر الى المسؤوليات اللي لازم الحكومه يعني تكون مسؤوله عنها دلوقتي فيما يخص صحه الناس، انا شايف هو تصرف غير مسؤول تماما. وشايف ان الحسابات نفسها ما ينفعش تقارن ده بده، ما ينفعش نقول طب الاقتصاد ولا حياه الناس. الاقتصاد اساسا بيقوم عشان حياه الناس مش العكس. طيب سؤال أخير دكتور طاهر، وإحنا في أواخر شهر رمضان الكريم، كل عام وحضرتك بخير، وكل عام وكل السادة المشاهدين بألف خير يا رب، وداخلين إن شاء الله على عيد الفطر، وأكيد محتاجين نصائح. إحنا كل مرة بنسأل السؤال ده، بس إحنا محتاجين الناس تسمع فعلا نصائح تفيدهم في المرحلة دي، وإزاي إن إحنا عشان نقدر برضو نمارس عباداتنا وعاداتنا وتقاليدنا ونود أهلنا وكل حاجة، ونحافظ في نفس الوقت على حياتنا وعلى حياتهم. يعني نصائح التباعد الاجتماعي بنكررها تاني. التباعد الاجتماعي، معلش يعني احنا في ظرف صعب، زي ما اتكلمنا قلنا مفيش مبرر للعمل والاقتصاد لو كان يؤدي الى انتشار الفيروس، هنقول نفس الفكره. معلش يعني التباعد الاجتماعي في اللحظه دي هو ضروره وهو فرض، لا معنى في اللحظه الحاليه للزيارات العائليه والفطار الجماعي، ولا معنى ايضا لزيارات الاعياد خلال الفتره المقبله، ولا معنى للخروج والتجمعات، لا معنى لاي شكل من اشكال التجمع. حقيقي اي حاجه ممكن تتعوض وتتمحق لاحقا، ولكن انتشار فيروس بالشكل ده هو خطر حقيقي. يعني حقيقي حقيقي الموضوع منذر بالخطر، الارقام بتتزايد بتتصاعد، البيك لسه ما وصلش في مصر. لازم الناس تاخد بالها كويس، تاخد بالها من التجمعات، تاخد بالها من النظافه الشخصيه، الكلام اللي اتكلمنا فيه تاني، الغسيل الايد بشكل مستمر على الاقل من 20 ل 30 ثانيه، ده بشكل متكرر خلال اليوم، خاصه قبل الاكل وقبل لمس الوجه. طبعا الواحد يبطل، الناس تبطل تلمس وجهها قد ما تقدر خلال اليوم. الماسكات مهمه، يعني الماسكات لها دور مهم جدا في الوقايه، خاصه للناس اللي معاها الاعراض. يعني اي حد معاه اي اعراض حتى لو اعراض بسيطه، هو يعني بالنسبه دي الماسك انا شايفه اجباري، ما فيهوش مناقشه. وبصفه عامه يعني في دول كتير بدات تتجه الى تعميم الماسك ان هو اجباري، خاصه في التجمعات وسائل المواصلات العامه، في المستشفيات، في اي مكان. فالماسكات لها اهميه كبيره، الغسيل والنظافه وتقليل الاحتكاك والعمل على التباعد الاجتماعي خاصه مع فتره الاعياد. بنشكرك، كنت معنا من باريس عبر قمة سكايب طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية سابقا، شرفتنا يا دكتور طاهر.